انا متضايقه جدا جدا ان وقت ليه؟ الحلقه خلاص بينتهي، بس عايزه اقول لحضرتك انه الحقيقه 3 سنين في الاهلي، بس الجماهير ارتبطت جدا بحضرتك، وكل ما حد يقول لي النهارده ايه ده معاكي كابتن سيد حمدي، ايه ده انا فاكر له جون كاس العالم للانديه، لا جون الاهلي والترجي. الحقيقه حضرتك يعني جماهير الاهلي فعلا مرتبطه بيك، فقبل ما نقفل عايزاك توجه لهم رساله، وتوجه لهم رساله من حضرتك بقى في قناه الاهلي بشكلها الجديد. ابص الكاميرا ولا ابص اللي انت عايزه براحتك، ده بيتك. ربنا يخليك. والكاميرا احسن. طيب بقول لهم طبعا جمهور النادي الاهلي هو طبعا رقم واحد في المنظومه دي كلها. كل اللي بيحصل ده او كل اللعيبه اللي بتضحي عشانه عشان خاطر ان هي تحقق بطوله او بطولات تفرحكم. ان شاء الله باذن الله البطوله الافريقيه دي هتبقى من نصيبنا. الدوري ان شاء الله هيبقى محسوم باذن الله ونفرح بيه، لكن فرحتنا الكبيره ان شاء الله هتبقى البطوله الافريقيه، وكلنا ان شاء الله في قناه الاهلي نحتفل بالبطوله، وتبقى يعني ختامها مسك زي ما بيقولوا. وانا سعيد وشرف ليا ان انا اتحط اسمي او اتحط اسمي في تاريخ النادي الاهلي، ان انا كنت لعيب في النادي الاهلي، وانا بحبكم على المستوى الشخصي يعني. بشكر حضرتك جدا يا كابتن، نورتنا في برنامج السادسة، وبشكر حضرتك انك شرفتني.